عدد حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني في 2020. لو نأخذ فقط بطاقة الذهبية 2020 عدد حاملي بطاقة ذهبية كان 6 ملايين، اليوم ضعف ل 12 مليون. لكن الحكومة من خلال تضافر الجهود والتنسيق بين القطاعات قامت كذلك بالتشغيل البيني بين نظام البنوك ونظام بريد الجزائر. ما عدناش الآن تكلموا على بطاقة الذهبية وبطاقة السي بي، بالنسبة لنا بطاقة واحدة المواطن يستعملها سواء في متجر ولا في موزع آلي تاع بنك أو تاع بريد الجزائر. كما تفضل السيد الوزير وذكر الأرقام في هذه الصبيحة، أكثر من 15 مليون مواطن حامل لبطاقة دفع إلكتروني، إذن عنده وسيلة من ناحية التوطين، من ناحية الدفع الإلكتروني عنده البطاقة، وعنده من ناحية الأنترنت ولوج مستمر للأنترنت. هذا ما معناهش أنه مازال هناك عمل نواصله فيه من أجل تحسين ما يستلزم تحسينه في هذه البنية التحتية، وهذا مواكبة للاستعمال المتزايد من طرف مواطنين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات اقتصادية أو مؤسسات إدارية وحكومية، وهذا كذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لسيد رئيس الجمهورية من أجل توفير كل الظروف اللازمة من ناحية البنية التحتية لتشجيع الرقمنة بصفة عامة وتشجيع الدفع الإلكتروني على وجه الخصوص. هذه المبادرة اليوم كما تفضلوا السادة الوزراء، بغض النظر عن توفير الموارد ولا البنية التحتية اللازمة، هناك مجالات أخرى لازم نشتغلوا فيها، اللي هي تبني المواطنين، تبني التجار من أجل توفير هذه الوسيلة سواء عبر الأنترنت أو على مستوى المتاجر والوكالات التجارية. وهذا اللي مرة أخرى الحكومة كفريق تعمل عليه من أجل مبادرات كما هذه، اللي ننتظر منها نتائج اللي تسمح لنا ربما نوقف على النقائص ونتداركها باش نعموها عبر كامل التراب الوطني.